انه حين قرا ديال اننا نجعلوا من ثانويه عمر بن عبد العزيز هي ثانويه ديال الامتياز. ثانويه الامتياز اللي غتوصلها كبيره جزاهم الله ربي تاهيلها كبنايه وكمؤسسات فضلتها وتجهيزاتها. ولكن الامتياز ما يبقاش غير في البني، الامتياز هو هذا اللي احنا الان تنشتغل عليه. بغينا تلامذة الطلبة اللي تقراو في ثانوية عمر بن عبد العزيز أنهم يكونوا متفوقين ويكونوا هما الشعلة النخبة ديال الجهة الشرقية اللي غادي تخرج من الجهة الشرقية تولج بطبيعة الحال المدارس العليا والجامعات الكبيرة. لذلك ما نساوش هذا الجانب، وأنا كنظن على أنه راه حنا الطريقة اللي اشتغلت المؤسسة راه استطاعت أنها تربط بين الحاضر والماضي والمستقبل، لأنه في التأسيس ديالها ملي كنا تنشتغلوا على التأسيس تم اتصال واحد المجموعة ديال القدماء الثانوية اللي تخرجوا من إما من الأقسام التحضيرية أو تخرجوا قبل ما تكون الأقسام التحضيرية تخرجوا من الثانوية، والآن هم في مراكز القرار في المغرب. فيهم اللي راه في الخارج في مراكز قرار وفي مسؤوليات كبيرة جدا، واستطعنا أننا نخلقوا هذا المكتب، وهذا المكتب وهذا هو اللي نحيي فيه كذلك أنه استطاع باش فوكارتي هذاك لو فيدي باش يخرج من عندنا خصو يبقى معنا ويرجع لنا، وهذا هو ربما كنظن في القرية ديال المكتب أنه استطاع يحافظ على هذا الطلبة اللي مشاو اللي راهم الآن مهندسين في الكليات واللي بقاو مرتبطين ونكونوا على يقين ان الطلبه سيستمرون في الاتصال بثانويتهم الاصليه، وانه ملي غيخرجوا مهندسين غادي يبقاو وباشراك السنه الاولى، لان السنه الاولى تشكل عاد دخلوا الاقسام التحضيريه مازال ما عارفين شنو كيدير، ولكن بداو تا هما يشتغلوا في هذا المجال على اساس السنه الثانيه ديال الثانيه راهم غادي يمشيو للمدارس المهندسين وغادي تكون ديجا ضاربه في المؤسسه. نتمنى بطبيعة الحال التوفيق لهاد الطلبة، يعني ما تخمدش هاد الشعر عند العيون. سي سمير ربما عندك شي تعقيب على هذا. شكرا. الواقع اريد كلمات مشكوره مشتركه.